رجعتي بقى، ايه اللي حصل ووصلت ازاي انك تعملي او توصلي لدور من ادوار البطوله في مسلسل مهم بيتذاع في رمضان والله يا استاذ بعد عمر. كل البهدله اللي عشتيها في حياتك دي؟ ما هو انا بقول لك، انا حاسه ان انا لسه مصدومه، انا مش مصدقه ان انا يمكن حضرتك اللي قلت لي من شويه نجمه، بس انا لسه شايفه ان يعني مش قادره احس، مش قادره افهم، هل بجد انا بقيت نجمه؟ هل انا بجد بمشي في الشارع والناس بتطلع تجري ورايا؟ والحلو في الموضوع ان كل الكاتيجوري بتاعت الناس بتحبني، الناس اللي في الشارع يعني من لا هما مش الكبير بيحبوك، للصغير. هما مش طايقينك بس. لا والله، لا والله، طبعا مش عايزه اقول لك بقى مش طايقين الغريب، وداد يعني، ما مش هم انت. مش طايقين وداد، بس الحلو في الموضوع ان في ستات كتير حباني، يعني انا في المواقع الجروبات بتاعت البنات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا، البنات انت بتدخل. فعلا قلت ان كل بيت في مصر فيه واحده زي وداد؟ اه طبعا، يا نهار ابيض، اه طبعا. انت ما فيش بيت لا يخلي من الحربوقه، والنبي مش دي حقيقه. والله اكيد بتبقى عارف، بتبقى من اقرب الاقربين. صدقي. وايه الجو بقى بما انك انت بتقولي لي انا قاعده مع سيد وقاعده مع جعفر، انت حتى بتسميهم باسمائهم في المسلسل؟ اول مره في حياتي اشتغل في مسلسل كل الناس من اول بني ادم لاخر بني ادم كلنا يعني كلنا حابين بعض. الملكه صفصف جميله، هاله صدقي، ايمان العاصي، منى فضالي، الاستاذه مي كساب، زينه، احمد عبد الله، احمد فهيم. احمد فهيم بقى، انا عايز اعرف انت احمد فهيم ده جوزك المفروض اللي انت بهدلتيه وطلعتي عينه، انا اسفه يا سعيد. علاقتك بيه بقى شكلها ايه بقى في المسلسل نفسها ورا الكاميرا؟ يعني ورا الكاميرا بتجهزه ازاي بقى؟ البريبريشن ازاي؟ التجهيز ازاي؟ كل شويه يبقى ماشي في اللوكيشن، هو قاعد بيراجع مع نفسه. استاذ احمد طول ما هو ماشي ببقى بقول له وانت بتكلم نفسك، يقول لي براجع يا بنتي، براجع، ذكري 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 ذكري. فاقول له طب تعالى ذاكر معايا، فكان يقول لي ازاي بقى اطلع الكلمه، ازاي ابص له، ازاي ابرق، يقول لي قولي وحسي وتعاملي، ونقعد نعمله انا وهو، يقول لي تعالي حتى نعمل بروفا، ويقعد يعيط ويقعد يتضايق وزعق له. ما كناش بنعمل بروفه كلام، كنا بنعمل بروفه مشهد، كنا بنقف يعني اماكننا. عيطوا.